عندنا حد ينتظر السوشيال ميديا فارس كولر وقيمته الفنيه واحتفاله بعيد ميلاده كان 63. كولر بالنسبه لي كابتن هياخد حقه اكتر كمان دلوقتي فيما بعد. ده كولر كده شخص هيتحط 11 بطوله وبيوصل في المعدل ده من البطولات في الفتره الصغيره دي. وانا بشوف ان هو من افضل المدربين اللي بتجيد التعامل مع الادوات الموجوده. يعني هو متطلع دايما ان انا عايز نوعيه ابجريد معين للسكواد، بس لو ما حصلش معايا هو بيطلع نتائج كويسه بالموجود. وده ربما احيانا بيحسب عليه، طب ما انت شغال اهو بتحقق وبتنجح. بس هو الراجل بيدل دايما ان هو قادر. الراجل ده حقق ارقام قياسيه كتير جدا في سلسله انتصارات متتاليه في الدوري، وفي سلسله انتصارات متتاليه في افريقيا، وايضا يعني اكبر فوز على الترجي على ملعبه مش بس لصالح الاهلي، ده من اي فريق تاني في افريقيا. نفس الكلام مع ميدياما، نفس الكلام اول فوز لفريق مصري على سيمبا خارج الارض، جرمايا واكبر فوز على مازيمبي، اكبر قصدي نتيجه يعني من سنوات ان انت تقدر تحقق النتائج دي. فهو رجل يجيد الارقام القياسيه، يجيد النجاح، يجيد استغلال ادواته. وربما بعض الجمهور احيانا بيزعل منه او بيزوم عليه عشان لاعب او كده. يا جماعه هذه طبيعه كل المدربين في العالم. جوزيه مورينيو كان عنده جوهرتين اسمهم دي بروين ومحمد صلاح. برافو عليك. وكان لديه قناعات مختلفة بيهم، وحد فيهم راح مساره في السيتي، وحد راح مساره خارج تشيلسي. فجماعة هؤلاء هم المدربين في كل العالم.